حمدا ندخل به في حصنه من شر الشيطان وأذاه ومداخله ووسواسه، وصلى الله وسلم على من حصن أمته بهديه وتذكيره وتنبيهه وتعليمه حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وعلى تابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الحديث في المجلس الماضي قد انتهى بنا إلى الأخذ بمعرفة الموازين التي نميز بها بين الخواطر، فنميز بين خاطر الخير والشر وأنواع خواطر الشر لندفعها بما يتناسب معها، وأنواع خواطر الخير لنتلقاها بما يليق، والأدب مع المصدر الذي تأتي عنه. وختم المجلس الماضي في التمييز بين خاطر الخير الحقيقي وخاطر الشر الذي يأتي في صورة الخير ليوقعنا في شر أشد منه أو ليفوت علينا خيرا أكبر منه. إنسان جاء وخاطر الليلة هذه سأقوم الليل كله لله تعالى، وجاء استجاب في عجلة دون تأني ونشاط دون خشية وأمن دون خوف وعمن عن العاقبة، وقام وسارع وبدأ يصلي 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 إلى الساعة الرابعة، الرابعة والربع، بقيت 10 دقائق 20 دقيقة على أذان الفجر، نام إلى أن طلعت الشمس وذهبت عليه صلاة الفجر. فاته شيء وكان أفضل من صلاته طول الليل لا شك، ولا يأثم في هذه الحالة لأنه نام وانغلبه. الله أكرم من أن يرد إنسان باط طول الليل يصلي له سبحانه وتعالى، لكن فاته خير أكبر، لأن إدراك الفجر في جماعة أفضل من قيام الليل. نعم أفضل من قيام الليل. وهكذا على كل، لعلك من المجلس الماضي والذي قبله إلى الآن ابتدأت تخاطب نفسك في شأن الخواطر. بالمناسبة قبل أكثر من 15 سنة تقريبا كان الدرس عن الخواطر مع بعض إخواننا من الطلاب، كنا نقرأ في منهاج العابدين لحجة الإسلام الغزالي، ولما جاء عند ذكر الخواطر وجرى شرحها قيد الشباب كتبوا المسألة، ففوجئت بعدها بشهر أو بشهرين أحد الشباب صمم برنامجا على الحاسوب تدخل عليه الخاطر يسألك أسئلة شيء فشيء 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 إلى أن يوصلك هذا خير أو شر ومن أي مصدر جاء. كان في تلك الفترة لا يزال بدائيا، لا أدري هل طوروه الشباب أو لا، لكن هذا ملمح إلى ما يمكن أن يعمل في نشر هذا العلم بيننا. نحن بحاجة اليوم في سيرنا إلى الله إلى إحضار هذا العلم فيما بيننا، إحضاره على مستوى على مختلف المستويات، في الجامعات، في المدارس، في السوق، في المسجد، في تعاملاتنا، في خروجنا، في رحلاتنا. دعونا نتذاكر مع بعضنا البعض في مثل هذه المعاني التي تعيننا في سيرنا إلى الله عز وجل. إذا جلستم مع بعضكم في مناسبة، في خروج، في دخول على البحر، في الجبل، تذاكروا في شيء من هذه المعاني. إذا أعطى الله عز وجل أحدكم مكنة إما في برمجة أو في غيرها، يفكر في كيفية خدمة هذه المعاني. من كانت لديه مكنة إعلامية أيا كانت، وظفوا إمكانياتكم في إحياء هذا العلم بين الأمة، لأنه روح الدين عليه مدار ارتقاء أمتنا. الأمة عندما ربى أعداد منها نور الدين زنكي بالقرب من هذا المكان في جبل قاسيون على إحياء علوم الدين، كان خريجو هذه المدارس أمثال صلاح الدين الأيوبي وجيش صلاح الدين الأيوبي الذين فتحوا بيت المقدس. الأمة بحاجة إلى تثوير علم السلوك السير إلى الله عز وجل. حديثنا في هذا المجلس عن مداخل الشيطان أجارنا الله تعالى وإياكم منه. نحن اتفقنا أن كيد الشيطان ضعيف، الله أخبرنا إن كيد الشيطان كان ضعيف، واتفقنا أنه يدفع بالذكر، فما الحاجة إلى الخوض في تفاصيل مداخل الشيطان؟ نحن بحاجة إلى ذلك، لأن هذا يعطي الإنسان تبصر بنفسه هو. الشيطان ذكرت الله خنس، لكن الشيطان من أين يدخل عليك؟ والله لولا ظلمة النفوس، لولا أمارية النفوس بالسوء، لولا حظوظ النفوس، لولا أمراض القلوب، ما استطاع الشيطان أن يدخل. يعني يمكن أن يصل الإنسان إلى حالة الشيطان لا يستطيع فيها أن يوسوس له؟ نعم ممكن. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليفرق من ظلك يا عمر. ما هو فقط الشيطان يعجز عن اللعب بقلبك والوسوسة، يخاف من ظلك، يهرب من ظلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره.
أي أن الشيطان لا يقوى على أن يقترب من ذات قد امتلأت بهذه المعاني من النور. ومن علامات أصحاب هذه الذوات أنهم لا يأمنون جانب الشيطان. طيب الشيطان لا يقدر أن يقترب منهم؟ نعم هو لا يقدر أن يقترب منهم لأنهم قد هذبوا أنفسهم، رقوها لله عز وجل، أيضا هم لم يأمنوا جانب الشيطان. كان يذكرون عن إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به، لما كان في سكرات الموت كان أصحابه من حوله عندما يرون السكرات تأخذ به يرددون حوله لا إله إلا الله. السنة عندما يحضر أحدكم عند محتضر أن يردد عند مسمعه لا إله إلا الله، لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأن كرب الموت وشدة الموت تجعل الإنسان قد يستثقل أحيانا كلام الذي بجانبه، فتكون قد آذيته إذ جعلته يستثقل لا إله إلا الله في آخر عمره، لكن رددها على مسمعه، فإن نطق بها أسكت، اكتفي أن يكون هذا آخر كلام، فإن نطق بشيء آخر كرر لا إله إلا الله. على كل، كانوا عند أحمد بن حنبل فكانوا يقولون له لا إله إلا الله، فسمعوا يقول لا ليس بعد ليس بعد. ها، إمام السنة أحمد بن حنبل يقولون له لا إله إلا الله وهو في سكرات الموت لا ينطق به، يقول ليس بعد. فأخذهم وجوم، خافوا قلقوا طلابه وأحبابه، ففتح عينيه بعد أن أفاق قليلا وقال هل كنتم تقولون شيئا؟ هل كنتم تقولون شيئا؟ قالوا نعم كنا نقول لا إله إلا الله وكنت تقول لا ليس بعد. قال أما وإني لم أكن أكلمكم ولكن إبليس أعاذنا الله منه قد ظهر لي وهو عاض على إصبعه يقول أفلت مني يا ابن حنبل، يريدني أن أعجب بنفسي فألقى الله على العجب، يقول أفلت مني يا ابن حنبل، فقلت له لا ليس بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فلا يمكن أن أأمن هذا المكر. هؤلاء أصحاب النور الذي لا يستطيع الشيطان أن يلج إلى قلوبهم هم من أكثر الناس تنبها وتحذرا وحيطة انتباها من مداخل الشيطان. لهذا نحن بحاجة إلى معرفة مداخل الشيطان، أولا لنفقه كيف نستعيذ بالله منها إذا لاحت، ثانيا لنعرف أنفسنا. صدقوني لا يقوى الشيطان على التأثير على إنسان إلا بقدر السوء الذي في نفسه هو، نفس الإنسان بقدر النقص الذي فيك الشيطان يستطيع أن يصل إليك، وكلما ارتقيت كلما ضعفت فرص الشيطان معك، لكنه يحاول أن يدقق في الحيل. لا هو ما ميأس الشيطان ما دامت الروح في الجسد. هناك سبعة مداخل ذكرها أهل العلم للشيطان، هذه المداخل السبعة تستطيع أن تعتبرها أمثلة، أي ملامح لمداخل الشيطان، أما تفاصيلها يمكن أن تتفرع منها 70 700 7000 700 ألف، لا منتهى لها، الشيطان لا يمل ولا يكل، لكن السبعة هذه الأساسية التي من خلالها يدخل. الأولى صرفك عن العمل، قررت أن تعمل شيء من الصالحات لا ما في داعي، أذن الفجر قم صلي، كن أنت تعبان نام والله غفور رحيم، يعني ألغي فكرة العمل. وردها بالاستعاذة بالله منه ومخاطبة النفس بأني في حاجة إلى العمل، وإن لم أعمل فبما ألقى الله عز وجل، كيف أرضي الله، كيف أهذبك يا نفسي الأمارة بالسوء. هذا جواب على من؟ على الشيطان؟ لا، الشيطان لا تحتاج إلى مناقشته، الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا جواب على النفس التي استقبلت وسوسة الشيطان. الوسوسة تكون لأين؟ في القلب، مؤثرة في النفس، فأنت تجيب على أثر الشيطان على نفسك. أنا بحاجة إلى العمل، فإذا قال الإنسان أنا بحاجة إلى العمل ينصرف الشيطان، ينصرف عندما تذكر الله، سكت يرجع مرة أخرى يقول لك طيب اعمل العمل بس مش الآن شوي قدام، يسمونه العلماء التسويف، بعد قليل غدا بعد غد، طيب بس الأجازة الآن بدأت عندي عطلة، خلص العطلة وأرجع إن شاء الله أحافظ على الصلاة، الآن نتفسح وبعدين ما نبدأ ننتظم في الصلاة مع العطلة. ولا يقول لك الزكاة، طيب بس خلص الصفقة الفلانية وبدأ أخرج الزكاة، أترك الربا، لا بس باقي لي لابد أصل لمعدل معين عشان أكون بمستوى معين في العمل وأدخل. التسويف، تأجيل، غدا بعد غد غدا بعد غد، طيب لما بس أتزوج وبعدين إن شاء الله بستقيم بكون تمام. هذا التسويف هو المدخل الثاني من مداخل الشيطان. علاجه بالنسبة للشيطان الاستعاذة بالله، ما لنا معه إلا الاستعاذة بالله منه والذكر يخنس، لكن الجواب على هذا الشيء خلاص خاطر دخل في النفس، معالجة أثره في النفس في أمرين. الأمر الأول أن تتذكر الموت، هل الموت له موعد يستأذنك في أي وقت يأتي؟ طيب افرض جاءك الموت قبل أن تتزوج،
كيف تعمل مع الله؟ تقول يا رب أنا كنت أريد بعمل صالح بس لما أتزوج. جاءك الموت قبل أن تنال الصفقة ثم تترك الربا، جاءك الموت قبل انتهاء الأجازة الصيفية، تذكر الموت. الأمر الثاني، تذكر أن لكل يوم عمله، فإذا أديت عمل هذا اليوم استقبلك اليوم الثاني وفيه عمل تحتاج أن تقوم به. فإذا أجلت سوفت إلى اليوم الثاني وعملت عمل اليوم في اليوم الثاني، عمل اليوم الثاني متى ستعمله؟ اتضحت، متى ستعمله؟ أي أن فرصة من فرص الارتقاء في ميادين القرب من الله قد فاتتك. كان بإمكانك هذا اليوم أن ترتقي إلى الله، لما أجلت فاتتك فرصة من فرص الارتقاء، غيرك سيسبقك فيها إلى الله عز وجل. هذا الرد على المدخل الثاني. طيب قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكرت الله، خنس الشيطان وقلت لنفسك الموت قادم، وإذا أجلت عمل اليوم إلى الغد فمتى أعمل عمل الغد؟ لا خلاص اعملي. قالت النفس حاضر سأعمل. يتركك الشيطان؟ ما يتركك، يأتيك مرة ثالثة، يأتيك من المدخل الثالث. ما هو المدخل الثالث؟ يقول لك الشيطان اعمل هذا العمل لكن بس خلي الناس تشوف، عرف الناس. ليش عرف الناس؟ يكون رياء؟ لا لا لا، لما يشوفوك بيحترموك أكثر، لما يرونك ممكن يقتدون بك في الخير. خلي الناس تشوف، تظاهر قدام الناس. طبعا جيد أن يقتدي الناس بك في الخير، وهناك من يصدق، لكن أحيانا الشيطان يلعب عليك في هذه المسألة. أتكلم، قول عملت كذا وكذا 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 وكذا. كان أحد تلاميذ الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في مصر، من كبار أئمة الأزهر، جاء إليه من التجار وقال يا سيدي أنا سمعتك في الدرس تقول تتكلم عن صدقة السر وأجر صدقة السر، وأنا قررت أن أتصدق صدقة سر، دلني على فقراء يستحقون صدقة السر وسأذهب في الليل. قال لا أراك تأهلت الآن لصدقة السر يا أخي. قال لا لا جربني جربني. قلت أصبر. قال أيوة أصبر. قال طيب البيت الفلاني في الحارة الفلانية فيه أسرة مستورة من أهل بيت طيب وحسن، ولكن الزمان جار عليهم ويحتاجون ولم يعلنوا ذلك للناس، يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف. قال جزاك الله خيرا. في الليل ذهب معه كيس من الذهب وقرع الباب ولم يره أحد، وضع الكيس وانصرف دون قبل أن يروا أصحاب البيت شروط صدقة السر. جاء في اليوم الثاني إلى مجلس سيدي عبد الوهاب الشعراني وجلس في المجلس وساكت ساكت ساكت، شيء في داخله يتحرك يريد يقول. قال شيخنا؟ قال نعم. قالوا بشرك الحمد لله صدقة السر انتشرت بين الناس هذه الأيام، بدأت الناس تعتني بصدقة السر بفضل الله تعالى على الأمة. تبسم سيدي عبد الوهاب ولم يعلق. بعد قليل ثار الكلام في أمور أخرى، قال تعرف يا سيدي في الحارة الفلانية البارحة كان هناك اهتمام بصدقة السر، بلغني ذلك. فنظر إليه وضحك سيدي عبد الوهاب الشعراني. بعد قليل قال سيدي من باب فقط الاقتداء، لأن الجالسين الآن في مجلسك من التجار وأنا أريدهم يقتدون، البارحة تصدقت صدقة سر على الناس. قال قلت لك لم تتهيأ بعد لصدقة السر. فالمدخل الثالث يأتيك بالرياء، يقول لك أنت الآن قم، إذا بدأت الناس تخرج إلى المسجد يسبق قبلهم، يدخلون يجدونك في المسجد قائم ينظرون إليك، هذا رياء اسمه. ما معنى الرياء؟ أن ترائي، أي أن يرى الناس عملك، يكون لك اهتمام بأن يرى الناس عملك ليثنوا عليك لترتفع منزلتك عندهم. طيب ما الخطأ في ذلك؟ الخطأ في ذلك أنك لم تكتفي بنظر الله إليك. لو كان قلبك قد امتلأ بالله واكتفى بعلم الله لما بحث عن مكان عند الخلق، يأتي الشيطان بذلك. طيب أنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصرفت الشيطان، أثر المسألة في نفسك؟ أثر المسألة في نفسك، قل يا نفس ألم تبلغ عظمة الله لديك إلى الحد الذي يكفيك فيها أنه مطلع على عملك؟ هذا يعالج هذا المرض، يحتاج إلى شغل. سيأتي الكلام عن تفاصيل الرياء بعد ذلك في المجالس القادمة إن شاء الله. طيب استعذت بالله وعالجت المسألة في نفسك بعون الله، يتركك الشيطان؟ لا. يأتي مرة، المرة الكام الآن؟ الرابعة، المدخل الرابع. يقول لك طيب يلا بسرعة عجل انجز، ما في وقت، صلي ركعتين، الله سمع الله لمن حمده، الله أكبر، اضرب رقم قياسي سريع. يحثك على العجلة في العمل حتى تفقد معنى الحضور مع الله في العمل. الكيكة فاتت الشيطان، على الأقل يأخذ منها شوي، مدام أنت عملت يحاول قدر الآن، حاول أن يصرفك، حاول أن يؤجل، حاول أن يبطل العمل بالرياء، ما قدر ماذا يعمل، على الأقل يجعل العمل مختل.
فيأتيك بالتعجيل بالعمل، اسرع اسرع خلص بسرعة. كم قرأت من القرآن؟ رمضان سيدخل على الناس، جاء يقرأ، تجد الواحد يقرأ وهو يقرأ ماسك على الصفحات ربع حزب نصف حزب ثلاثة أربع حزب جزو وصل للرقم القياسي دون تأمل دون حضور قلب دون هذا التعجل. فإذا استعذ بالله من الشيطان هو يشرد يروح، لكن كيف تعالج المسألة؟ الله عز وجل يا نفس غني عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة، وأنا محتاج إلى أن يرضى عني. إن الحضور مع الله يروح العبادات، الذي يصلي بدون حضور، الذي يؤدي الأعمال تعجلا بغير حضور قلب، كالذي يهدي إلى الملك اسمه حيوانا ميتا، تهدي إلى الميت خيل جميل لكنه ميت، ما فائدة هذه الهدية؟ فلا تقدم إلى الله عز وجل أعمال بدون حضور. طيب يتركك الشيطان بعد أن عالجت هذه المشكلة؟ خلاص يأس؟ لا، المرة الكم سيأتي الآن؟ خامسة. يأتي إليك يقول أنت ما شاء الله عليك، عيني عليك باردة كما يقولون، حاول معك الشيطان ما صرفك، التسويف ما نجح فيه، الرياء ما خلاك تنظر إليه، العجلة ما تعجلت، من مثلك؟ شوف 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 اليوم إيش آخر زمان الناس اللي يصلوا، يبدأ هو العجب ها في داخله، يبدأ يدخل إيش صلاتكم هذه التعبانة، قم يا أخي صلي زي الناس، ما صلي تمام، واحد تصدق يا أخي إيش الصدقة التعبانة هذه يا أخي، يتصدق بشيء له قيمة يا خجل من نفسك لا تتصدق، ويبدأ هو يعيش أستاذ على الآخرين في عمل الخير الذي يعمله، أصبح في حالة عجب بالنفس، والعجب من محبطات الأعمال. لماذا؟ لأن فيه ظلمة يسمونها ظلمة المنة على الله. أنت نسيت، كنا نتكلم في المجالس الماضية أن العمل الصالح الذي تعمله بدايته ماذا كان؟ خاطر. والخاطر من أين؟ إلهام من الله، ولما من ملك، يعني هو عطية من الله في كل الأحوال، كيف تمن على الله بشيء هو أعطاك إياه جل جلاله؟ فتستعيذ بالله من ذلك ينفر الشيطان. تعالج هذه المسألة، يا نفس السوء استحي، اخجلي اخجلي، لا تري لعملك مكانا، نجحت من هذا. يأس الشيطان؟ ما يأس، يرد مرة أخرى. المرة الكم؟ السادسة. المرة السادسة يأتي إليك الشيطان في مدخل عميق جدا، وهو مدخل اللعب بالعقيدة، يقول لك شوف أنت الآن تعب نفسك تعمل عمل صالح، وحرمت نفسك من أشياء كنت تريد تتمتع بها، تعبت نفسك، طيب والخاتمة أنت ما تدري؟ صحيح الخاتمة نحن ما ندري، يا أخي لو كنت عند الله سعيد، سواء اجتهدت الآن أو تركت ستنجح، سيتوب الله عليك قبل الموت وتمشي تمام الأمور. ولو كنت عند الله شقي ما ينفعك، بلعام بن باعورة كان من كبار العلماء، إبليس كان سجد ملء الأرض سجدات، ما ستنفعك، حيلة خطيرة، أنا خبيث خبيث خبيث، أجارنا الله وعاذنا الله وإياكم منه. ما جواب هذه؟ قال جواب هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينفر الشيطان. علاج أثرها في قلبي، علاج أثرها في قلبي، يا قلب الله عز وجل خلقك وكلفك بالعمل ولم يكلفك بالنتيجة والخاتمة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وخلقك وأمرك تعمل، قضيت كيف تأتي الخاتمة هذه عنده، أنت تعمل وتصدق معه وتلجأ إليه، وحاشا أن يخيب من التجأ إليه. الرد مقنع صحيح، لكن الشبهة كيف كانت؟ خبيثة ها؟ خبيث. ما شاء يس؟ ما هي أس؟ يرجع إليك المرة الكام؟ السابعة. السابعة يرجع إليك بشيء يسمونه العلماء الدقائق. ما معنى الدقائق؟ كل الكلام اللي ذكرناه من الأولى إلى السادسة كلام واضح، يبدأ يأتيك بالدق منها. ما معنى الدق؟ مثلا الرياء، في رياء مفضوح، يعني كما يقولون إخواننا المصريين بالمفتشر، بالواضح بالظاهر عندهم. مثل إيش؟ كان واحد كان يصلي فلاحظ أن الناس تنظر إليه ويصلي في المسجد، حسن صلاته وجودها وتخشع وحاول أن يتقن، فأعجب به أحد الحاضرين وأخذ ينظر إليه، وهو كلما نظر إليه كلما تخشع أكثر، فلما انتهى من الركعتين وسلم جاء إليه هذا بأدب، قال ادعو لي يا أخي، ما شاء الله يبدو عليك رجل صالح، صلاتك النافلة هذه فيها خشوع. قالوا أيضا أنا صائم نفل اليوم ما شاء الله، الحمد لله بفضل الله أيضا صائم نفل، هذا رياء بالمفتوح أصبح. لكن هناك الدقائق، ما هي الدقائق؟ يأتي الشيطان بوجه آخر من الرياء، دقيق يضحك على الإنسان فيه، يأتي يقول أنت أخلص لله والله سيجعل الناس تشعر بعملك، أنت لا تعمل للناس، أعمل لله والله تعالى هو بيشعرهم بعملك. كم مرة حدثتك نفسك بذلك؟ حصل؟ وربما تعد ذلك من الرقي في الإخلاص، أنا أعمل لله مخلصا وهو سيجعل الناس يحترمون ويشعرون،
طيب أنت تطلب الإخلاص لماذا؟ لمن تخلص؟ لله. فكيف الإخلاص الذي هو قمة المعاملة مع الله تحرفه إلى وسيلة لنيل رضوان الناس؟ أنا سأخلص معه وهو سيجعل الناس يعلمون ذلك، يقبلون علي، يحترمونني، يثنون علي. أنت تطلب بالإخلاص أن يجعل الناس يأتون إليك. غويطة هذه عميقة. مثلها يأتيك الشيطان يقول أنت صلي لا تلتفت إلى الناس، لا تلتفت إلى ثناء الناس، خلص لله، خبي عملك، خلص مع الله تعالى. بعدين أنت خارج بعد ما صليت في جوف الليل ركعات، تخارج إلى المسجد عند باب البيت، مريت في مرآة، نظرت إلى وجهك، ما شاء الله ظهر النور في الوجه ولا عاد ما ظهر في الوجه، وعند الخروج ما شاء الله وجهك منور، قل الحمد لله. نعم تعرف صلاة الليل الله يكرمك إن شاء الله مباركة وفيها وفيها. دقيقة من الدقائق، مثلها في العجب، مثلها في التسويف، من دقائق التسويف التي يلعب بها الشيطان على الإنسان. يأتي يقول له، يرى أنه يريد أن يعمل عملا صالحا، يريد أن يتصدق بمئة ألف مثلا، يأتي الشيطان يقول له تمام الصدقة هذه ممتازة وأعجل بها أخرجها، لكن أنا بلا ممكن يكون بكرة باب للتبرعات يفتح في كارثة، أعلنوا أنه احتمال يحصل إعصار في المنطقة الفلانية، فأجل إلى أن يحصل الإعصار وأنفق المئة ألف من الآن، لن يأتي الإعصار تكون المئة الألف صرفت في شيء من متاع الدنيا الآخر. ذهبت. ضحك عليك، هو ما قال لك سوف تسويف مطلق، جاء لك بتسويف دقيق. لهذا كان السلف الصالح إذا خطر في قلوبهم عمل شيء من الخير يباشرون، يبادرون إلى عمل خيرها. إذن نخرج من هذا الكلام الذي كان في هذا المجلس، الشيطان له سبع مداخل أساسية تتفرع منها المداخل بعد ذلك. الأولى صرفك عن العمل، جوابه الشيطان الذكر والاستعاذة، لكن جوابها على نفسك ماذا؟ أني محتاج إلى العمل، بدون العمل كيف يتقرب إلى الله؟ أمرني الله بالعمل. المدخل الثاني تسويف، بكرة بعد بكرة يمكن أموت، يمكن وإذا عملت أجلت إلى الغد، فعمل الغد متى أعمله؟ المدخل الثالث الرياء، المدخل الرابع، المدخل الثالث الرياء، نقول نظر الله أعظم من كل أحد من الخلق، المدخل الرابع العجلة، تعجل بسرعة خلص أنجز، نقول لا الحق عز وجل، يعني روح الأعمال والعبادات معه هي الحضور معه سبحانه وتعالى، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المدخل الخامس العجب، ولأنت من مثلك لا تعجلت ولا رأيت ولا سوفت ولا تركت، لعوذ بالله لولا توفيق الله عز وجل ما عملت، هو العمل من أصله فضل من الله ومنه. يدخل عليك المدخل السادس، ماذا يقول لك؟ خواطر في العقيدة، يقول لو كان كذا لكان كذا، لعوذ بالله رديتها بردها. يدخل عليك في المدخل السابع، ماذا يفعل؟ مدخل الدقائق، هي لعبة الشيطان الدقائق. أختم هذا المجلس بأمرين. الأمر الأول، لاحظتم في جميع مداخل الشيطان أن علاجها ماذا؟ ما القاسم المشترك؟ الذكر لله عز وجل والاستعاذة بالله. كم وردك يا مريد من الذكر في اليوم والليلة؟ وردك من قراءة القرآن؟ سيأتي الكلام عن أداب الذكر في مجلس إن شاء الله، لكن من الليلة هذه وردك من الذكر، اشتغل اشتغل على ذكر الله عز وجل، سترى كيف أن الشيطان ينصرف عنك. قلب الذاكر لله لا يحوم حوله الشيطان. احرص على مسألة أخرى، دوام الوضوء، كلما أحدث توضأ، فإن الوضوء سلاح المؤمن من الشيطان. توضأت اركع ركعتين إن لم يكن في وقت نهي، خروجا من الخلاف، إن كان الوقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر إلى الإشراق، اذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات عوضا عن الركعتين. المهم حافظ على الوضوء، هذه المسألة الأولى، الذكر والوضوء سلاحك والاستعاذة بالله من الشيطان. طيب وسب الشيطان وشتمه ما ينفع، يضحك الشيطان. أنا بعض أخواننا بحسن نية لو ذهب إلى الحج عند الشخص هذا الذي عند مرمى ده، يأخذ الجزمة وانت اللي خليتني أطلق مراتي ويضرب فيه، لا ضرب الحقيقي تضربه الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر ودوام وضوء، استمرار على الوضوء والنوم على الطهارة والاستيقاظ إلى الطهارة. النقطة الثانية، علمت من هذا الكلام أن عندك عدو يتربص بك، صحيح؟ عندما تعلم أن هناك عدو يتربص بك ماذا تعمل؟ تستيقظ له، ما ترضى أن تعيش سبهللا، أنت مريد الله، تريد القرب منه سبحانه وتعالى جل في علاه، لا ترضى أن تمر عليك الأيام والليالي ليس لمعاملتك مع الله قيمة في نفسك. إذن عش وأنت متنبه، اترك المعاذير، اترك المعاذير التي تلعب بها نفسك عليك، تقول لك كذا أو كذا لا وأصل وكيف، الشيطان ضحك عليك، استعد بالله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى.
إذا المريد يعيش حياة اليقظ وفي حرب، لكن ثبات على الصدق مع الله فترة سترى كيف تتفتق الأنوار من قلبك، وستتحول مرارة هذه المجاهدة والمتاعب هذا إلى لذة، ملذات الدنيا كلها لو اجتمعت لا تساوي لحظة من هذه اللذة، لذة الأنس بالله، لذة المعرفة بالله، لذة القرب من الله عز وجل. قال أحدهم: لو يجد الملوك بعض ما نجده من لذة قيام الليل لجالدون عليه ولو بحد السيف. تأمل لماذا استحضر هنا الملوك عند ذكر اللذة، لأن الملوك بعد أن يجدوا الملك لا يبحثون عن شيء بعد أعلى من الملك إلا البحث عن الملذات. قال: لو يجد الملوك بعض ما نجده في الليل من لذة لجالدون عليه ولو بحد السيف. فابحث عن هذا المعنى الذي يفوق اللذة التي يجدها الملوك. رزقنا الله تعالى وإياكم الصدق معه، وعاذنا وإياكم من الشيطان. اللهم اجعلنا من عبادك الذين قلت فيهم للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم حققنا بهذه العبودية، ولا تجعل للشيطان علينا يدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.